بسم الله الرحمن الرحيم. باش نحكيو شويه على الزراج. الراج هما اللي يخلعوا واللي يفكوا واللي ينزعوا الشيء من مكانه. معناتها كيف توا هذا كيفاش نخلعوه؟ نجبدوه من المكان نتاعو ونحلوه. نجم نستعملوا برشا رشات. توا هذا الفولون مانيتيك وغير منصوح به باش نخلعوه بهذا، خاطر فيه فكير والفكير هذاك يتكسر لنا. ماذا بينا نكون راج كي هكا ولا في النوبو هذوما نشوفوا ما فيش فلتاج من هنا، نوليو نجمو نستعملوا طريف حديد ننقبوه من هنا ثلاثة نقبات ونعملوا ثلاثة بولونات من هنا في بلاصة النقب هذوك، نعملوا ثلاثة بولونات ونكبسوا. ونجمو ناخذوا في الحالة هذيك نجمو كيما نلقاو شحل واللي هما فيهم بولونات مقابلين، أربع بولونات بلاصة الفونتيلاتير، نجمو ناخذو بيرن ولا فير بلاغشي متين ولا فير كاري وننقبوه على حساب، ننقبوه على حساب البولونات على حساب النقب تاع الفونتيلاتير، النقب نتاع الفونتيلاتير ولا نلقاو نقب معناتها فيهم فيلتي هما في بلاصة الواحد، نحطو كعبة بيه منا ونبداو نكبسو. كي نكبسو من هنا نسايسو على البوبيناج هذا من الداخل باش ما يفسدناش البوبيناج الداخل. ماذا بينا ما ندخلوش برشا بالبولونات، الكرو نحيوه جملة نحطو تحت كعبة بي. معناتها الحرفيين والبسيكليستية يعرفوا معناتها كعبة البي شنية ويعرفوا كيفاش يحلوا، مي هذه طرق باش نوريوهم كيفاش نجمو نصنعوا لاراش. هذا كيف كيف نجمو نصنعوا واحد هكا، نعملوا له ثلاثة نقبات نكيلوه نقيسوه مع نقب كي هذا كي الاخر، يعني نعملوا تراساج كيف كيش. معناتها هذه الكورونا هذه صعيبة زادة، نجمو نستعملوا لها لاراش هذايا اللي هو فير، ما يتطلبش برشا مصروف، ما يتطلبش معناتها برشا خدمة. ناخذو بيران ونقبوه، نجمو نحشيو البولونات قرب مليح باش نخلعوها. معناتها نحطو بولون منا وبولون منا، هاو كي يدخل هكا. ماذا بينا ما نحطوش على الفلتاج ديريكت ونبداو نكسو بالكروات. هذه بسطة معناتها على الراشات كيف كيف. الراش هذايا معناتها باش نخرجو بينيون لثلاثة صوابع ولا بزوز صوابع نجمو نستعملوه. قرب مليح، قرب مليح مليح، مش قاعد تقرب راك، فهمت؟ ولا عندنا الراش هذا عندنا بثلاثة صوابع زادة، نجمو ننزعو نخلعو معناتها رولمون ولا بينيون. رولمون هي اللولب معناتها نجمو نخلعوها. عندنا نوع آخر نتاع راش اللي هو الراش هذايا باش نخرجو كعبة رولمون، باش نخرجو كعبة رولمون من المكان نتاعها. نسخنوها بالقدا كي باش نسخنو هنا بالنار باش يولي لنا مشكلة. كان عندنا جوان توريك معناتها جوان عازل ولا براويلة ولا حاجة ما نجموش في الحالة هذيك نسخنو بالنار برشا، نوليو نستعملو بوست. قاعد توري في الرولمونات انتي، نعاونو خيانا مليح، نعاونو الحرفيين، نعاونو الصناع باش نجمو نتعلمو. شوف كيفاش نجمو نعملو الكركة بعد نسوديوها نجبدوها، ولا ناخدو حاجة رزينة حتى أكس اكس مثلا تاع بيستون ولا ناخذوا معناتها حاجه رزينه، المهم باش نضربوا بها. اعطيني البوست خلصوا دين وريوهم. هذه كابتر المو فيز باش نبدلوها فرد مره، نحيوها حط البريس فيسا احنا تو كي باش نحيو كابتر المو باش ننزعوها من بلاصتها. شوية بعد بعد بالله ربع ابعد شوية بعد وريهم ما يسيرش. منها تسخن كابتر المو ومنها نشدو التيج نتاعنا. شو تحط يدك هكا فوالا هاي خرجت كابتر المو بسهولة تامة. نقصو التيج من هنا بالمنشار ولا بالمولة ديسكاز ونوليو نخدمو بيه التيج في التي يقصر شوية نبدلو تيج جديد.
كيف كيف باش نرجعوا معناتها فولو مانيتيك من هنا نتاع موتير اوربو موتير حر ولا حاجه نجمو ناخذ واكس ماذا بينا الكرو نخفوها ما نحيوهاش جمله ما نضربوش ديريكت على الاكس نفسدو الفلتاج ندخلوا الكرو نحيو لي رونديل ولا مش مشكل ندخلوا معناتها الكرو شويه ناخذوا اكس اجيد ولا اكس قدها قد ما يسالش وما يكونش طويل برشا نهزوا ايجا هزوا الفولو مانيتيك الفوق خرج هز ضربتين يتحل الفولو تحل الفولو مانيتيك وهكاك نجمو نخلعوا وننزعوا اي حاجه اي شيء من مكانه بسهوله تامه نتوريكم الطريقه كيفاش طريقه سهله وذكيه والسلام